صباح الإشراق، صباح الفل، بداية أسبوع جديد. يا رب كل مشاهدي الستات على النهار يكونوا زي الفل، في أحلى صحة وأحلى خير، ودايما أحلى الأمنيات ليكم جميعا، وأحلى صباح وأحلى مساء أحلى من فيه. صباح الفل عليك يا سوير، صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة والستات على النهار. واحنا بنتصفح كده للسوشيال ميديا ساعات بتستوقفنا مشكلات بنشوف فيها شيء ما، ففي مشكلة على السوشيال أسئلة، يعني المشكلة دي أعتقد مبعتلنا على الصفحة صح؟ لا هي مش مبعتلنا على الصفحة، بس هي موجودة على السوشيال ميديا. أوكي. فصاحبتها بتسأل إنها عايزة رأي الستات، فلفت نظرك. يقولوا لها ان هي بتقول هي وجوزها بيحبوا بعض جدا جدا من زمان، واتخطبوا فتره طويله واتجوزوا وبقوا حافظين طباع بعض، وهو كويس جدا جدا وكويس مع اهلها وبيعملها حلو جدا وحنين جدا وكريم كله جدا. وكله جدا، لكن ايوه فين اللاكن بقى؟ اكتشفت ان هو محوش من وراها في البنك من غير ما يقول لها. ايه المشكله؟ بتقول احنا عايشين في ايجار، ودايما يشتكي هو من قله الفلوس اللي بتجيله، ودايما هي تقول له ربنا هيدبرها، فهي بقى متضايقه جدا انه بيخبي عليها انه بيحوش فلوس من وراها، وانه كمان بيشتكي من قله الفلوس. تشوفي تصرفه ده ازاي؟ لو انت مكانها تواجهيه من غير ما تجرحيه ولا تعملي ايه؟ لا انا مش شرط. بصي تصرف غريب، يعني انا هي بتقول ان هو كريم جدا وهو كويس جدا وهو حلو قوي مع عائلتها وهو حنين. ايوه لما يبقى هو كل الصفات ده ايه اللي يخليه يخبي ان هو بيحوش؟ طب حتى لو هو خبى وهو مش بخيل عليا وحنين أيوة ليه التخبيه؟ كل حاجه ممكن يكون عنده حسابات، ممكن اكون انا مصرفه مثلا. لا لكن انا المفروض الست انها انا ممكن انا مصيفة. أيوة هي طالما هي قالت ان هو كريم، هي مفيش بينهم بعض مشكله اسراف، لان لو هي مصرفه دايما تحس ان اللي قدامها بخيل عليها. لا لا انا لا مصرفه لا لا. بس هي ست ما قالتش كده. لا بس انا لو مكانها افرح ان هو محوش فلوس. يعني ايه اللي زعلني ان هو محوش فلوس؟ زعلني انه ما قالليش. هي ما كلمتش في ان هو ان هي زعلانه ان هو معهوش ان هو محوش فلوس، ان هو خب عليها وان هو بيشتكي. انا اتوقع ان انا يعني ممكن اكون قريبه من 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 طريقتها في التفكير. انا ازعل، انا كشخص ازعل لو اكتشفت كده انا عامله اللي عليا وهو عامل اللي عليه، وانا ببص على العلاقه دي انها علاقه صحوبيه وجواز وعيال وفي امان واستقرار وفي ثقه. انا هزعل لما احس ان هو عامل حاجه زي كده ومش قايل لي انا مش محتاجه منه فلوس ومش عايزاها، لكن فيها جزء قله ثقه، وما اعتقدش ان انا عملت حاجه استاهل ان هو يبقى مش واثق فيا، فدي هتضايقني. لا ممكن أزعل. ممكن مش قله ثقه بس تركيبته طريقته. ازعل في كلتا الحالات، هزعل في كلتا الحالات. ايوه بس تواجهه وتسمع منه، أواجهه ممكن أواجهه. يقول لها كلام مقنع بس من غير الخناق ومن غير مش محتاج. يعني ان احنا نقف لبعض على الواحد الموضوع مش محتاج انك تخشي تعليق وانت ازاي تبقى محوش ومش قايل لي. لا 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 انا ما اعتقدش ان ده حتى هيبقى شيء ايجابي للعلاقه بعد كده، او هيطلع الاوت كم. يعني انا شايفه انا لو انا مكانك، لا انا مش هكلمه في البيت، هاخد بقى من نبيل القطه علمه لنا زمان. انا هخرج معاه في اي حته وابتدي اخش الموضوع كالاتي. انت ايه بتحلم؟ يمكن لعل وعسى تخرجي من مجموعه الاسئله دي ان هو مثلا بيخطط انه يشتري شقه فبيحوش مقدمها. لو اكتشفتي في الاسئله او انت بتحلم بايه، ما نفسكش يبقى لينا شقتنا، احنا شقتنا اجار. لو هو استمر في فكره انك كلمتيه في ان انت ما نفسكش نجيب شقه تمليك، قال لك انا معيش فلوس، يبقى السؤال اللي بعديه طيب لو انا عرفت ان انت محوش، انا مش مهم عندي الفلوس اللي انت محوشها كام، انا عايز اسال انا عملت ايه. بصي بقى الحوار، عشان ده برضو من تعليم الدكتور نبيل، انا عملت ايه تخليك مش واثق انك تقولي؟ يعني فكره ان انا اهاجم مش مطلوبه، لكن فكره ان انا احمله وأنب ضميره ان هو انت انا عملت لك ايه عشان انت ما تثقش فيا، اعتقد انها تجيب
منه. دي طريقة مش خناق أصلها، الموضوع معدي الخناق. ما ينفعش نتخانق. الجميل والغريب في نفس الوقت تعليقات الستات. ايه بقى عملوا ايه؟ الستات قالوا ان هي غاوية تخرب على نفسها، وان هي طالما عايشة كويس خلاص ما تركز معاه، واكيد ان فلوس عندهم في الاخر، ان هو محوش زي ما انا بقول لك، ان هو جايز عايز يأمن لهم مقدم شقة زي ما انت قلت، وان مش لازم تواجهه. ده رأيي، حد قاله، انا رأيي ان هي تواجهه بطريقة لطيفة باختيار وقت كويس. تفتكري ليه مجموعة كبيرة من الستات وشايفين انه مش لازم نواجهه؟ عشان هو معيشها كويس وبيصرف عليها وحنين، مع ان شايفين ان دي حاجة من الخطايا. يعني مع ان في اراء كتير بتقول ان الستات ما ينفعش يخبوا على جوازاتهم، وان هم لازم يقولوا لهم، لو بيشتغلوا ستات لو بتشتغل لازم تقولي لجوزك انت بتكسبي كام ومحوشه كام. مش عارفه هل في يعني نفس الستات دول، هم نفس الستات بيقولوا لك يا ستي كبري وعيشي انت هتعرفي ليه ايه اللي هيفرق معاكي. لا في ستات عايزين الذمه الماليه المستقله، وراجل ما يعرفش عنها حاجه، وانا من الانصار دي. تمام، مش هخب، مش هكدب عليه، بس مش مضطره ان انا اقول له لو انا مش، لو هو ما سالنيش. فانا مع ان الست يبقى عندها ذمه ماليه مستقله. ذمه ماليه انا بس نقطه ليه بقى هو ذمه ماليه مستقله؟ احنا عندنا برضه ازواجيه احنا كستات، ان احنا ما بنرضاش ان الراجل يكون عنده ذمه ماليه مستقله. ايوه يا جماعه، انا موافقه على ذمه ماليه لكل الاثنين على فكره، لكن اللي مش موافقه عليه عدم معرفة الآخر بفلوس التاني. ليه؟ هيبقى عندك ذمة مالية. أنا بكسب زي مثلا 5000 جنيه في الشهر وبحوش منهم 3000 جنيه، جوزي بروح أقول له والله أنا باخد 5000 جنيه في الشهر، في 3000 جنيه داخلة بيهم جمعية أو محوشاهم. ما مش هو مش المفروض مش قايلة له خدهم، لكن أنا قايلة له أنا ليه؟ لأن أنا بعتقد، ودي حاجة برضو مهمة قوي قوي في العلاقات، عن نفسي أنا ما أعرفش أعيش مع حد حاسة إن أنا مخبية حاجة، مش شرط ياخد منها. أنا بقول إن هي ما تكدبش عليه، مخبية. بس أنا عايزة أقول لك يعني هو برضو فكرة إن إيه، راجل مثلا إيه ممكن يقابل حد ويروح يسهر مع أصحابه ويبدأ، وبعدين يرجع البيت قافل بقه وما بيتكلمش، وبعدين تعرف هي مثلا من صاحبه ولا حد ان هم خرجوا. ليه؟ لا انت عملت حاجه غلط، ولا انت كنت معاك ستات مثلا. بس ليه دايما السؤال بتاع ليه؟ ولما الست تسال ليه بالهدوء اللي انا بتكلم بيه ده، اعرف ان انت بتكسر خاطرها، الراجل بيكسر خاطرها، وكذلك الست لما تتعامل مع الراجل بالطريقه دي هي بتكسر خاطره. انا بعتقد ان الحياه الزوجيه فيها من المشاكل والعقد الكتير، مش شرط ان احنا نصنع قنبله ذريه او القنبله اللي هتفجر العلاقه، لان دي قنبله هتفجر العلاقه، مع الوقت وتراكمها ممكن تبوظ العلاقه لو هو ما شرح لهاش شرح مرضي بالنسبه لها. لكن هو السؤال بقى اللي من القصه دي المهم احنا طرحينه ليه، علشان نسال هل الراجل من حقه يحوش من ورا مراته؟ انا قلت لا مش من حقه. حوش، لا يعني حوش بس بلاش من ورا مراتك، ده وجهة نظري. نشوف وجهة نظر حضراتكم ايه، ابعتوا لنا على صفحتنا على السوشيال ميديا، لعل وعسى ممكن نعملها حوار، ايه رايك؟ ممكن نعملها يعني راجل يقول ولا دي بدايه حلقه تقول ولا وهناخد يخبي. من الاصدقاء اللي هيردوا علينا، ايه رايك؟ وهناخدكم تبقوا ضيوف عندنا على حسب ردودكم. نشوف الاراء ايه، ويا رب دايما كل ايامكم ولحظاتكم حلوه. عندنا حلقه مختلفه جدا جدا النهارده، خلينا في حاجه مهمه قوي مهمه في الحلقه دي، معلش لازم نوضح حاجه. لا احنا مع او ضد، عشان بس ما تعتقدوش ان احنا بنروج لهذا الشيء، لكن هي حاله وكلنا مهتمين، فاحنا كمان حابين ان احنا نعرف الحكايه بتبتدي منين. مش هقول ايه هي الحكايه وايه الموضوع وايه القصه بعد فاصل. التالي قارئ الفنجان آلان مصطفى في ضيافة الستات.
عراب الفنجان أو المخيف، تلك الألقاب التي تلحق به كلما تمعن في قراءة الفنجان، تلك الموهبة الخاصة التي زادت لديه بالتعلم من صديق مقرب من العائلة حتى صارت متنفسه الذي يظهر فيه براعته وثقته بأن قراءته لا تخيب. إنه قارئ الفنجان السوري آلان مصطفى. درس آلان مصطفى علم الطاقة وأصبح معروفاً بين كبار الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال نتيجة توقعاته وقراءته التي لا تخطئ. ورغم شهرته الواسعة فإنه يصر على ألا يتقاضى أجراً نظير ما يفعله حتى لا تبدد طاقته مثلما يعتقد. الدقة في فك رموز الفنجان لا يجيدها إلا الأشخاص المحترفون، وعلى رأسهم آلان مصطفى الذي ذاع صيته في الوطن العربي وتجذب توقعاته الأنظار دائماً. بنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين. نعترض، نتفق، فضول، نمتنع، نبقى بنتصف بالعقل والحيادية وإيه ده وليه، ومنطقيين أين مكان، بس أكيد في الآخر بيبقى فيه فضول إن إحنا نعرف النهاردة إيه، بكرة إيه، حاجات معينة بنبقى عايزين نعرفها. ده ناس كتير كده، في ناس أكيد مش كده بس يعني ناس كتير كده. ففكرة الطاقة الإيجابية وقراية الفنجان بعيداً عن الدجل والشعوذة لا أعلم الغيب ولكن فنجاني لا يخيب، دي الجملة اللي كاتبها مصطفى على حسابه. وبيقول إن أنا يعني قوي جدا، عشان كده في 2 مليون بيتفرجوا عليه، 2 مليون بيتابعوه، وده بيخلي طول الوقت في حالة حيرة عند متابعيه، هم عايزين يعرفوا أكتر، يفهموا أكتر إيه قصة مصطفى، إيه قصة الطاقة، ليه بقى مشهور ومعروف بين أوساط ناس كتيرة جدا بسبب توقعاته من قراءة رموز فنجان القهوة. وفي فرق بين الفنجان وبين رموز الفنجان، وحاجات كتيرة جدا حبينا نعرفها من كتر متابعي إيلان، إن هم بيكلمونا كتير جدا عنه وعن توقعاته وعن إن شطرته وموهبته، فقلنا نشوفه بقى ونقرب منه ونقول له الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، مساء الخير. اهلا وسهلا يا ايلان. مساء الورد. حقيقي بس لكل مشاهدينا، احنا في اكتر من يعني احنا متابعينك وفي اكتر من توقع موجود على الشاشه. نعم. وعلى الانستغرام حاصل. نعم. علشان بس نبقى احنا صراحه وبنديك حقك. نعم. في توقعات كتيره جدا انت قلتها على شيرين، على نعم. رمضان، على محمد رمضان، على محمد سامي، يعني احنا شفنا. نعم. والحاجات دي حصلت. نعم. بس في حقيقه الامر لو انا جيت كلمتني بمنتهى الامانه، انا نعم. دايما في رايي وكتير من الناس كده بعتقد ان قراءه الفنجان ما هي الا دجل، سحر وشعوذه. سحر وشعوذه. مساء الخير. بس يعني مش عايز اضايقك. اكيد اكيد. وانت جاي مخصوص وجاي لنا، بس تتفق ولا لا تتفق؟ لا. لا انا ماني قارئ فنجان، انا بقرا الرموز الموجوده. انا ما في شيء ما حكيته لاي متابع او لاي شخصيه ما نجح، مش مضطر يرجع لعندي مره ثانيه. صح. صح ولا لا؟ ايه الفرق بين قراية الفنجان ورموز الفنجان؟ أنا بالأصل ما بقرأ فنجان، أنا بالأصل بقرأ الخطوط الموجودة بداخلها. بحولها لأسامي ولا تواريخ ولا عقود عمل ولا انفصال ولا زواج ولا وفاة. عرفتها مين؟ تعلمتها مين؟ يعني كان في شخص قديم بحياتي وتعلمت، جبت كتب وطورت نفسي، تعبت يعني نفسي. ممكن أي حد يا إعلان يبقى قارئ رموز الفنجان بشطارة؟ لا. ولا دي لازم لا. يبقى معاها بلس بلس؟ لا مستحيل. في كثير ناس موجودة على السوشيال ميديا. صح. اه 90% الناس اللي عم يقروا فناجين من اسامي بدون ذكر اسماء كله بيقرا عندي، من الناس اللي عم تطلع على الابراج وعلى التيك توك شيخه فلانه وشيخه ام فلانه بدون ذكر اسماء بتهرج، كله بيقروا عندي، كله بيقرا عندي على الخاص. ايه الفرق بينك وبين الشخص ده؟ يعني انت الرموز دي اللي هي ايه يعني؟ الخطوط يعني الموجوده. موجوده. ما انا عاملاها من الشرب، قلبت الفنجان. تمام. انت قلبتيها. انا هالفنجان بعمل لك اياه عقود عمل، اسامي اشخاص بحياتك، توقع لك لقدام شو حيكون موجود عندك، بأي تاريخ وبأي وقت ممكن تاخذي عقد عمل، ممكن تنفصلي. طب سؤال. فضل. انت لما توقعت على مجموعة من المشاهير. نعم.
وحصل؟ نعم. ما هم ما جوش قروا الفنجان عندك؟ كله بيقرا عندي. لا انا قصدت في الوقت اللي انت توقعت فيه. من قبل ما تقارن عندي بالاصل. اي حدا بيحكي لك مش قاري عندي هو مش صحيح، كله بيقرا عندي. كله؟ كله بيقرا عندي، وسط الفني كله بيقرا عندي. طيب فبالتالي انت بتفضل بقى تريلينج لما بتعرف بقى شو حيصير؟ ايه اللي هيصير؟ نعم. ازاي؟ يعني هالرموز انا باخذها بكتبها، مثلا انا لما بيتواصل معي فنان اوكي بحكي له بعد 25 بالضبط هذا اليوم حيكون عندك انفصال. بينفصل. طب انا عايزه اسالك، الرموز بتظهر في الفنجان. نعم. وانت بتعرف تقرا رموز، يعني مثلا اللي هيفلس بيبان في الفنجان. نعم. ايه؟ نعم بيبان عنده فلس. ايوه 90%. إيه؟ ركزي معي، 90% من رجال اعمال. أيوة 90%. ايوه الرمز بتاع ايه الفلس ده؟ يعني بيكون في رمز محدد انا كاتبه. انت كاتبه. حافظه؟ حافظه. ومش هيقدر يقول لهن؟ لا لا مستحيل، هي شغله خاصه فيني انا، صار لي 20 سنه تعبان على حالي يعني. لا قول لنا يعني مثلا. لا الرموز مثلا عندك رموز الجنازه بتطلع بشكل جنازه، رموز عقود العمل، المنصب بيطلع كرسي. كرسي بقوه. طب واللي هيتجوز واللي هينفصل بيبان ازاي؟ كل شيء بيبين عندي. كل شيء بيبين عندي. ايوه ايه اللي بيديلك ان ده يعني موضوع الزواج والخطوبه بيطلع بشكل عرس، احيانا بيطلع لك خاتم، بيطلع انفصال، بيطلع وفاه، بيطلع افلاس الشخص. تمام. انقلاب في حاجات بتحسها. نعم. يعني انت ماسك الفنجان وحافظ الرموز. نعم. بس انت كمان عندك قارئ للغه الجسد وعندك طاقه كمان دارس انا. طيب لما تمسك الفنجان ده مع ده بيربط مع بعضه. يعني انت مش. نعم. انت مش دجل ده، انت بتشوف حاجات معينه. انا مالي معينة بالسحر والشعوذة. انا مالي علاقه بالسحر والشعوذة. طب انت ده بتسميه ايه؟ تسمي ما بعرف، خليها تكون هيك قوه الهيه، ما بعرف انا. يعني انا صرت خاف من حالي. أيوة. انا صرت خاف من بدك صراحه بتحصل. ما عاد قريت لحد انا غير شخصيات معينه بحياتي. بس معنى ان انت كاتب التعريف ده على الانستغرام ان انت متهم بيه طول الوقت. اكيد انا لا اعلم بالغيب دائما بحكيها، ولكن فنجاني ما بيخيب، ولا شخص رجع لعندي حكى لي الان مثلا بنفس التاريخ ما انفصل. طب في الفنجان الذي لا يخيب ده. نعم. انت من مره واحده بتعرف ولا لا. لازم تقرا اكثر مرات. من مره؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات حصريا. ثلاث مرات بعطيك الزبده الكامله. ثلاث مرات اللي هو كل يوم؟ ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع يعني كل يعني اسبوع يعني بين فنجان وفنجان ثلاث اسابيع لازم. طب ثانيه واحده، انت ابتديت الاول ما. نعم. كنتش بتاخد فلوس من حد ابد. ايه اللي خلاك تاخد فلوس على قراءاتك؟ لانه بلشت اخدم الناس والناس عم تستفاد مني. بلشت استفادوا بايه؟ انت للدرجات دي توقعاتك ما في. نعم انا عندي 90% من رجال الاعمال ما كنت اخذ منهم ايام زمان، وكنت اخدمهم مجانا يعني. صفقات ماليه، ما صفقات ماليه، نصبات احتيال من حقي اخذ، ولكن اجري غالي حاليا. انا ما عاد قريت مجانا ولا قريت لاي شخصيه. عندي ناس محدده. انا ما كنت اخذ. كم يعني؟ سعر شوي غالي، اذا حكيت ممكن المشاهد شويه تكركب يعني. غالي. لا. غالي. لا عايزين نعرف. لا بالدولار يعني. يعني يعني مقصد الكلام انا اذا الناس العاديين عندهم اسعار مثلا 1500 2500. إيه؟ استشارات 1500 دولار. نعم. عندي رجال اعمال يعني بتكب 50 و60. مين اقوى؟ مين إيه اقوى انت ولا ليلى عبد اللطيف؟ انا ما بشبه ليلى عبد اللطيف، نحن ما بنشبه بعض. طب فشادي الفرق بين كل نعم. انتوا الاثنين. انا بالاصل اذا ما عندي ماده اني اقراها ماني في اتوقع عليك انا. تمام. حصريا اذا ما في فنجان ما فيني اتوقع عليك انا. طب. ما حدا بيعطيني اوردرات. ليلى عبد اللطيف ما حدا بيعطيني اوردر يعني. انا ما بمسك ورقه بحكي لك فلان فلان. انا يعني ليلى عبد اللطيف بتاخد اوردر؟ ما بعرف ممكن ما بصير احكي عليها، بس انا وياها ما بنشبه بعض. انا ما بتوقع. انت توقعت انها تختفي؟ انا متوقع لها. نعم. امتى تختفي يعني؟ لا انت قبلها توقعت لو وفاه اختنا في صديق. انت اللي قلت وفاه اختنا. وفاه اختنا. نعم. طب انت قريت لها الفنجان يعني عشان لا تتوقع؟ في عندي صديق مقرب منها مشترك جدا جدا، هو اعلامي، وانا بعثت لها رساله طلعت اسم فلانه، قالت لي هي فلانه، قلت لها الفتره الجايه حيكون. أيوة. في عندها حد مقرب منها حيتوفى. عرفت منين انها تختفي طالما ما قريتش فنجان؟ انا بقرا فنجان لاقرب شخص مقرب لها، اكثر شخص مقرب لها يعني بحياتها. انا انت مثلا قريت لي مفيده بتقدر. نعم. تعرف مصيري اذا طلع اسمك بالفنجان؟ نعم. افرض ما طلعش. اذا ما طلع اسمها لانه بس اسم ليلى طلع بفنجانها، قالت لي هي ليلى، انا بالاصل ما كنت اعرفها بهذاك الوقت، قال لي هي بتطلع بتحكي توقعات. طب ألان هل انت مؤمن؟ نعم. بفكره ان انت بتقرا رموز وليلى بيجي لها هاتف في حاجه كده في العالم بتاعكم؟ والله ما بدي احكي. ان الناس بتحكي لي والله انت بتحكي عن حالك وما بتحكي. انا ما بتامن لا بتوقعات ولا بابراج ولا بتامن. انت عمرك بيجي لك هاتف؟ لا. وصلت لمرحله من ان انت بقيت يعني انت اكسترا بقى يعني بقيت بتقرا رموز. ايه؟ وعندك الطاقه. نعم. انك تعرف بادي لانجوج. نعم. بتاعت البني ادم ممكن تحلم بيه؟ ممكن الشخص يعني من غير ما تشوفه
يجي لك تخيل بي اكيد لما بقرا له اكثر من مره فات بسيستمي. انا في ناس عندي عقود معها رجال اعمال عقود بيني وبينها. يعني ايه عقود؟ يعني انا مثلا عندي رجال اعمال عندي خليجيين ولا مصريين ولا سوريين. ايه العقد يعني؟ شهريا باخذ راتب من وانا. علشان بتعمل لهم ايه في الشهر؟ عشان انا بنغزو. انت هل تعلمي يعني؟ احكي لك شغله ممكن ما تستوعبيها، عندي ناس رجال اعمال بيعملوا صفقات بمليارات مع ناس، بيبعث لي صوره كفه قبل ما يوقع العقد، انه يوقع ولا يعني ما يوقع. يعني صوره الكف بتتغير في كل مره؟ كل ثلاث اسابيع. كل ثلاث اسابيع لما بحكي له وقع على كلامي بيوقع على بياض. تصوري لاي درجه انا عشان كده انت بيلقبوك بالمنقذ والمخيف في نفس الوقت. منقذ. مخيف ليه؟ يعني في ناس بتخاف مني كمان. عشان؟ لاني بتخاف. في ناس ما بتحب تسمع. انا في كثير ناس جلست معاهم متزوجين عرفي وكذبوا، وهن متزوجين طلعوا تنتي دار بعرفي، بعد ما طلعنا حكت معي قال لي بليز يا ريت لو هالموضوع ما عاد تحكي فيه. صارت تخاف انك ترجع تتواصل معي. طب خلينا نتكلم. كثير شخصيات مهمه يعني ضاربين. انا عارفه انت بتتكلم. خلينا نتكلم في البزنس الكبير. يعني لما انت تبقى عندك مسؤوليه مع رجال اعمال عندهم بزنس كبير، دي مسؤوليه كبيره جدا ان انت تقول له لا او تقول له اه. فيش ولا مره حصل ان انت قلت اه او لا وجت النتيجه عكسيه؟ مشكله اذا حكيت ناس بتحكي لي عم يبالغ كثير. اللي بيكب لي 200 و300 الف دولار اكيد بيثق فيني وبياخذ كلامي. ايوه مفيش ولا مره حد كلمني. انا قفنجاني ما بيخيب. انا اذا بقعد مع شخص بيني وبينه لازم ارتاح له. لا تنسي لازم شخص ارتاح له. انا مستحيل ما حدا رجع يعني عندي. انت ما تقراش لاي حد ولا اي حد ولو حط قدامك اي نوع من المبلغ بمزاجك. لا لا انا في ناس دائما بحكيها، في كثير مشاهير صف اول بيكتبوا لي على الخاص ما برد عليهم ما بحب اقرا لهم. بتبقى ليه ما بيبلعوا معي؟ سبحان الله سلبيين علي. وفي اشخاص انا بحب اقرا لها مثل وارجة صار مقرب مني كثير، انا بنزل عنده بالبيت بحب كل يوم اقرا له. في ناس بتجي ما بحب اقرا لها. في ناس تطلبني على التليفون مثلا انه انا الفنان فلان حابب اشوفك، بحكي له ما فيني اشوفك ما فيني اقرا له انا. طب قول لي حاجه وائل جسار هتحصل له. وائل متقدم بحياته توقع. انا متوقع له كثير امور حلوه. وائل متقدم بس هو متراجع دلوقتي في الاغاني. لا لا بالعكس عنده مشكله. وائل ما عنده اغاني، ما عم ينزل اغاني كثير بس ما شاء الله يعني حفلاته مكسره الدنيا، محتل مصر واوروبا، موجود بمصر اكثر من موجود بلبنان هو. طب لو انا رجل اعمال نعم وانت بتقرا لي نعم انا كل المعطيات نعم. بتقول لي ايوه نعم وانت قلت لي لا نعم باخد بكلامك؟ لازم تاخذي بكلامي. بس لما انت لما بدك تجي لعندي انت بالاصل بتكوني درستي عني وقاريه عني وحدا جايبك لعندي. امتى حسيت ان اصبحت متمكن في قراءه رموز الفنجان؟ مع مين؟ 2006. لما حصل ايه؟ لما توقعت لك كذا شخصيه مقربه مني من الناس المقربه الوفاه وظبط، عرفت حالي انه خلاص بلشت اني اكبر. واول فنجان قريته لحد مشهور؟ اول فنجان قريته لحد مشهور بحياتي كثير ناس قريت لها. لا اول واحد. شخصيه مشهوره والله في كثير ناس انا قريت لهم مشاهير، يعني كله بيحكوا عني، قريت لسوريا ولا لبنان كثير ناس والله ما بتذكر. حد مشهور، حد فنان مش شرط. ما اول قراءه لي اول ما بتذكر. من كثر الضغط عندي اقسم بالله من كثر الضغط عندي ما بتذكر. انا فيق الصبح على مشاكل على فكره. بتحل مشاكل زوجيه؟ لما انا فيق الصبح بحف يعني فيق على مشاكل. اللي بده يطلق ولا عندي مشاكل زوجيه وشو حيصير معي بكره. في عندي فنانين بحياتي بفيقوا الصبح بيبعثوا لي. بس انت مش عايش في في في, في الوطن العربي. انت عايش بره، انت عايش في اوروبا. عايش في اوروبا نعم. ومبسوط وعارف تتواصل وانت عايش في اوروبا مع كل العالم ده؟ نعم. طيب حضرتك قلت عندي شغل على فكره، عندي بزنس وموظف انا، ولكن بحاول انه مثلا بالويكند اعطي اهميه للاشخاص اللي معي بيني وبينهم بزنس يعني، ورقمي جدا صعب حدا يوصل له، يعني موضوع رقمي عند الكل لا. طيب حضرتك اتكلمت على عمرو دياب وعلى شيرين وعلى محمد رمضان. نعم. ايه التوقعات اللي انت توقعتها وحصلت؟ وايه التوقعات لو انت عندك توقعات لنجوم بالظبط؟ يعني احنا عايزين نسمع زي ما انت توقعت لنا كده. عايزين نسمع توقعات جديده. دي جديده، دي قفيه. انا بس محمد رمضان توقعت له، شيرين توقعت له خلاص يعني. حتى ايوه ايه اللي توقعت له؟ شيرين هتكمل؟ انا ما اعرفش. شيرين انا حكيت ممكن تطلع مره مرتين على المسرح وتنزل غنيه جديده الفتره الجايه، بس شيرين ما حتكون شيرين، ما حتكمل. شيرين ما حتكمل. انتحار ولا اعتزال؟ لا لا اعتزال ولا انتحار، شيرين ما حتكمل بالساحه، يعني شيرين ممكن بعد اسبوع تعمل غنيه تطلع، حترجع تفوت مطب زوجي وحترجع تختفي شهرين ثلاثه اربعه. يعني هتفضل حياتها كده؟ شوفي انا بال 2022 مش مستقر. 2022 تواصلت معي نضال احمديه ودخلت شيرين.
شيرين من 22 لو سمعت كلامي كانت هلا ما عندها هذا الموضوع كله. انت قلت لك الكلام ده في سنه 22 طب بعت لها رساله ان احمد دي موجود هل دلوقتي لو سمعت الكلام ما كان صار معك طب لو شيرين سمعت الكلام دلوقتي هل التذبذب اللي انت ولا اي شيء كان صار معه ايوه دلوقتي نعم لو هي سمعت اللي انت قلته لها زمان نعم. بدات تطبقه دلوقتي نعم. تتوقع ايه طيب ده تطلع المسرح فتره جايه وتحاول تطلع وهتحاول تنزل ممكن بعد اسبوع 10 ايام غنيه ممكن طب انت عارف ان البرنامج هنا متشاف فكل نعم. التوقعات اللي انت هتقولها هتتاخد انا من قبل شهرين طلعت مع الاعلاميه اميره بدر بنفس القناه صح حكيت خمس توقعات صح الخمسه تحقق الخمسه خلينا في الفن اتفضلي قول توقعاتك الفنيه على مين اختار اعطيني الاسم ادي لك الاسم انت طبعا قلت خلينا عمرو دياب مثلا انا عمرو دياب بالاصل قليله شخصيه مقربه منه مش قالوا لي اياها لعمرو دياب ركزي معي ولكن رسالتي وصلت لعمرو دياب عنده وعكه صحيه قويه الفتره المقبله حيختفي شوي عمرو دياب نعم خلي يدير باله على صحته ورسالتي وصلت له طبعا مين من الفنانين ممكن يحصل هو محسود على اللياقة البدنية والرياضة ممكن والصحة. ولكن المرض ما بيعرف لياقة بدنية المرض ما بيجي والوعكة الصحية بتجي عندك فنان مصري من جيل شوي قديم مش من جيل حاليا حيكون محل انظار وفاة الفترة المقبلة وفاة؟ نعم مغني قديم هو بالأصل مصري ولا؟ مصري مصري؟ نعم قديم؟ من جيل أقدم من الجيل اللي طالع حاليا من جيل عمرو دياب؟ يعني تقريبا ممكن من هالجيل نعم شخصية محبوبة ولكن هو حيكون محل انذار وفاة يا ساتر يا رب طب انت لخبطتني طيب اوكي احمد العوضي وياسمين عبد انا حكيت عنهم حتى لو رجعوا ما حيكملوا الشيء اللي عم يصير مع شيرين حيصير مع احمد العوضي ما خلاص بالنسبة لي هالمواضيع ما عاد احكي فيها يعني مش هيرجعوا حتى لو رجعوا حينفصلوا ما لهمش استمرارية ما في كيمياء لازم ما في كيمياء؟ لا لازم يكون في كيمياء بالاصل مين اللي رافض مين؟ مش موضوع محرفات ما في كيمياء بين اثنيناتهم بالاصل هم في كثير زواجات بزنس بأحد لقائي حكيت زواج زيتون ناصيف بزنس ناس كثير ضحكت على هالموضوع بقول لك وها مكتشف هالساحة زواجهم بزنس طب حضرتك تنبأت باعتزال تامر حسني نعم ايه اللي يخليك تتنبأ باعتزاله؟ انا قريت فنجان زوجته زوجته؟ نعم اوكي طليقته بسمه بسمه وانا توقعت لاغنيه بسمه الجديده وانا توقعت له لحادث السير من قبل سنه صار معه حادث سير هو مدير اعماله تامر موجوده عندي باليوتيوب انا بعثت له رساله لا تسوق سياره مع احد الناس المقربه منه حيصير معك حادث سير وبعث لي الفويس قال مستحيل انت بس تامر فتره ممكن ما حيكمل يعني عنده فتره يعني على طول ولا لا يعني حيبتعد عن الفن كليا ممكن يفوت على الدين يغني اغاني دينيه اغاني دينيه ممكن ولكن ما حيكمل فن انه يطلع ممكن يفوت على الدين طب أنغام أنغام الفترة المقبلة محل أنظار ارتباط مفاجأة محل أنظار ارتباط ارتباط مفاجأة يعني الشخصية مفاجأة يعني لا لا يعني ممكن ما تعلنها وفجأة نعلن الموضوع يعني ولكن الارتباط عنده قامة أنا متوقع له كثير لجورج وعكات الصحية وكمان محل أنظار جمهوره حيحزن عليه طب قولي خبر قولي حد في الوسط الفني هيتجوز أنا بالأصل حكيت لك الأشياء اللي أنا قاريها من أيام زمان بس انت بتحكي لي باسامي انا بالاصل انا جورج وسوف وقعت له حتى من زمان بالسعوديه يمكن قبل باسبوع انا على التلفزيون وعمل عمليه بالسعوديه طب قول لي حاجه قول لنا اخبار حلوه حد هيتجوز ايه الاخبار الحلوه الفنان فضل شاكر ماله الفتره المقبله حيكون محل انظار وحيخلص من قضيده وحيظهر وهيظهر على المسرح ولبنان هتسامحه نعم حيطلع من لبنان حيتصالح ولكن حيعيش خارج لبنان طب ايه تاني اخبار حلوه مثل مين انت بس اعطيني مثل مين اي حاجه اللي يفتحها ربنا عليك مين الفنانين اللي انت تتوقعهم الصغيرين هتلمع نجمه الفتره اللي جايه هاجي لك بالاسم عندكم اعلاميه اسمها بسمه وهبه صح بسمه وهبه تمام اذا عندها اي عمليه جراحيه لا تعملوا لانه حتنقلب سلبي عليها فعلا كانت قايله على في هيك شيء انا دخلت عمليه اذا فيها تأجل عملية تأجلها لحصريا لشهر 1/2025 إذا حدا بيعرف دلوقتي يعني ما فهمت 2024 ما تعمله إذا حدا بيعرف آخر يوصل الرسالة حتكون عملية سلبية عليها حصريا يعني شهر واحد ربنا يشفيها ولكن أنا عم بنقذها يعني أنا بعت لها رسالة صح تأخذ بكلامي 5% بس طب محمد سامي أنت توقعت له الحادث اللي صار شوفي محمد سامي الفترة المقبلة حيكون عليه هجوم كتير
هجوم كثير، هجوم اعلامي وهجوم فني وهجوم من الناس اللي عم يشتغلوا معهم. لازم فتره المقبله يكون هادئ كثير لانه حيستفزوه كثير. قالوا له حياته الزوجيه، وانا بحبه كثير على فكره، حياته الزوجيه، قالوا له حياته الزوجيه بمجال عمله، يعني حيكون مهاجم وحيستفزوه كثير الفتره المقبله. لازم يكون شخصيه بارده الفتره الجايه. طيب في مجموعه من التوقعات حضرتك عملتها، تفضلي، كانها نقد فني مش توقعات. تفضلي. ان العوضي النجم هيصعد ورمضان هيقفل، ان الربط نجاح محمد رمضان بمحمد سامي، ان هو بدون محمد سامي مش هينجح. دي اراء نقديه فنيه. ممكن اسالك سؤال؟ اه. محمد رمضان مع مين نجح ثلاث اعماله؟ مع محمد سامي. لو سمحتي، لا ده مهما موجود محمد رأي سامي، فني مش رأي فني. انا عم بحكي لك محمد سامي اذا موجود رمضان حيرجع على الساحه. لو محمد سامي مش موجود، مش موجود ما حيرجع. الواقع هو هذا، وانا ناصح الاثنين وانا بعت للاثنين. محمد سامي عمل محمد رمضان، اختفى محمد سامي، محمد رمضان اختفى، هذا واقع. انا من قبل شهر حكيت ما حيكون عنده شيء، ونزل بوست يمكن انا حكون مغيب سنه 2024 و25. صح. مين يرفض نصيحته؟ مين بيرفض نصيحته؟ واسئله كتير عندنا. فاصل وهنرجع نكمل حوار نهائي. وبنجد تحية مرة ثانية لكل المشاهدين. حوار مثير غريب بنعمله لأول مرة. وفي حد بيرفض نصايحك؟ في كتير ناس رفضوا ورجعوا ندموا. ندموا؟ نعم. وبترجع يعني اللي بيرفض نصايحه بيندم؟ لا أنا ما بسامح. بتقرأ لهم تاني؟ ما بسامح. ليه يا ألان؟ ما بسامح. ما هو مش طبيعي إن أول ما تيجي تقول لحد هيحصل لك كذا إن هو لازم يتوقع إن هو يصدقك. أوقات كتيرة جدا يقول لك يا عم استنى لما اشوف حاجه من اللي قالها لي مثلا صدقت معايا فصدقوا فيجي. ايه بس انا ما عندي وقت سامح حدا، ما عندي وقت عاتب حدا. انا انت برج ايه؟ ايه النفسيه الصعبه دي؟ انا جوزائي. انت جوزاء متقلب؟ بس الجوزاء طيبين. مش متقلب، انا كشخصيا ما عندي وقت بالحياه عاتب الناس. بختفي. طب ممكن اسالك سؤال؟ جواب بمنتهى الامان. اكيد. ايه التوقع اللي قلته وغلط؟ توقع انا بتاريخ تخربطت مره. اتخربط مرة اتخربطت مع شخصية مهمة جدا بالتاريخ. هو كان عنده بعض الأمور المالية داخل على صفقة كبيرة، بدل ما يجي مثلا بشهر 7 جاب شهر 8. فانت قلت له ايه؟ اتخربطت فيها بهذا التاريخ، وحسيت حالي انه انا يعني فتت بعدها بوعكة صحية. والله رجعت جددت أموري، جددت أوراقي، جددت هاي لحتى ارجع انه ما اغلطها. التاريخ اتخربطت فيه. بتعمل ايه نفسيا علشان تفضل اكتف؟ يعني زي مثلا انت بتقرا فناجيل ورموز وضغوط. نعم. وواضح ان علاقاتك كبيره مع ناس كبار. نعم. ده ستريس كتير. انا عندي مرض القرحه على فكره من وراء هذا الموضوع. بتقرا نفسك لما بضيق علي الحياه؟ نعم، بس هلا ما عاد ضيق فيني الحياه خلاص. طب انا يعني قريت قبل كده لما تجي علي فتره لما اموري بتكركب. ومين بيقرا لك؟ ولا انت بتقرا لنفسك؟ ما بقرا، ما بخلي حدا يقرا لي بالاصل. انا انت بتقرا لنفسك؟ في السنه مره. طب لما بتقرا بتشوف بمنتهى الامانه؟ اكيد اكيد. بتشوف حاجات بتتحقق لك؟ أكيد. انا وعكتي الصحيه لقليل القرح انا توقعت على حالي انه فتره ممكن راح يكون في عندي وعكه صحيه ممكن ما اطلع منها سنوات، وصار لي 7-8 سنوات انا معالج نفسي صحيا من موضوع القرحه. يعني انت بتسمع فنجانك؟ بسمع. طيب كل رؤساء الدول بتسمعني؟ رؤساء دول بتسمعني؟ معقولة يا عم؟ رؤساء دول يعني انت عايز تفهمني ان رئيس دولة بيكلمك؟ رئيس دول عربية واجنبية بتسمعني. ترامب ولا الست هيبقوا رؤساء جمهورية؟ لا انا حكيت باخر مرة انه حيكون محل انظار ترامب. مين اللي هيبقى رئيس جمهورية يعني امريكا؟ حدا جديد ممكن يدخل على الخط يتنافس الست. ترامب مستحيل يرجع بالنسبة لي طبعا. فعلا؟ يعني ترامب لا. يعني ممكن الست؟ ممكن الست وممكن حدا جديد يفوت على الخط. طيب انا عايز اسألك سؤال. في كتير ناس بتقول ان في فنانين بيدفعوا فلوس علشان مثلا حد زي كده يطلع يقول عليهم راي فني كويس. انا بالاصل ما بيكون عندي لقاء كثير مشاهير بتصلوا فيني انه احكي عنه شيء حلو، مشاهير صف اول بس ما بحكي عنهم اذا مو شايف. انا بحياه عمري ما حكيت على شيء مو شايفه، وما بحب اني كولك على شخصيه. انا من قبل فتره طلعت مع اميره بدر، ممثله مصريه اتصلت فيني قالت لي بليز احكي عني، ما حكيت عنه. أكبر رقم فلوس اتعرض عليك؟ كتير كتير. اللي هو أكبر رقم كان كام؟
أنا تعرض علي من قبل فترة أني أمشي مع حدا دايما يعني 300,000 300,000 إيه؟ دولار دولار؟ في الشهر ولا في السنة؟ لا سنويا سنويا yeah. طيب أنت تشتغل لي؟ أنت واضح أن أنت معك فلوس. مش موضوع أنا عندي فلوس، أنا ما عاد عملت فلوس بحياتي. ما أنت عايزي؟ أنا؟ يعني عندي هالقوة ما بدي تختفي، عندي هالقوة الربانية محمى فيني، في كتير ناس بساعدهم أنا، ما بدي تختفي. بس على قد ما القوة دي على قد ما أنت ممكن تقلق ناس مني؟ ممكن، بس أنا بحياة عمري ما حدا خاف مني. لما أنا بحكي لك ديري بالك 1 2 3 4 بكون أنا بنقذك. أنا المصاري ما عاد بحاجة مصاري أنا. يعني أنا بضمن، شفتي صفحتي؟ أنا كنت أيام زمان ما عم باخذ مصاري، هلا ما عم باخذ مصاري عشان توقف الطوفان اللي جاي. أقسم بالله أنا فاتح بيوت ناس، عيب واحد يحكيها على التلفزيون من وراء قراءة الفنجان، فاتح بيوت للناس تجي من هون بتروح من هون كمان. يعني بس أنا ماني بعاد بحاجة مصاري إني أعمل مصاري، أنا حياتي صارت علاقات. طب تعال نتكلم على مثلا أصالة. تمام، هلا شوفي أصالة الفترة المقبلة هيكون في عندها ظهور بسوريا. بسوريا؟ ظهور في سوريا؟ نعم. دي غريبة دي أنظار. الآن سوريا مش عايزة أصالة. سوريا إذا عايزة ولا مش عايزة، أنا عم بحكي لك أصالة الفترة المقبلة حتكون عندها ظهور بسوريا، ظهور حفلة بسوريا أو ظهور بسوريا. إيجابي يعني حاجة إيجابي. حاجة إيجابية. أنا عارف، بس أنا بقول لك على قد ما أنت بتقول إن هي حاجة إيجابية، على قد ما أنا مش مستوعبة، لأن الناس كتير ناس غلطوا ورجعوا. صح. إيه أمنية حياتك؟ أمنية حياتي؟ الأمنية اللي نفسك تحققها؟ إنه صحتي ضل فقط لا غير، ضل على صحتي. ربنا يديك الصحة دايما. مالكش أي أمنية تانية ولا أي حاجة نفسك توصل لها؟ شخص تقرأ له؟ أبد، أنا ما بلحق حدا أقرأ له، هو لازم يلحقني. تمام. نعم. بس كل واحد فينا أمنية حياته يشوف حد يقرأ له. لا بس صحة بس فقط لا غير. أصعب خيانة بالحياة هي خيانة الصحة. طبعاً خيانة الصحة فيما عدا كل ذلك. لا بأمن لا بصداقة. أي كلام. ما عندي أصدقاء بحياتي، وممنوع حدا يفوت لعندي على البيت ولا بطلع مع حدا. ليه؟ ما من الناس أنا. بيقطع الإلهام ولا؟ إيه ما بحب صداقات بحياتي أنا بالأصل ما حدا بيدخل عندي على البيت. طب بما انفرض عليه هذا الشيء بطبيعة الشغل، انفرض عليه هذا الشيء من كتر ما قريته وشفت أنا ما حدا يفوت لعندي على البيت بالأصل. أنت اللي بتروح. أبداً. طب أنا ما عندي صداقات بحياتي. صداقات هي بزنس. انت توقعت لهيفاء؟ انا عايزه اتوقع احلام، معلش عشان شايفه احلام من العلاء على الانستغرام. انا بالاصل مش قاري لاحلام فنجان، بس احلام دير بالي على واقعتها الصحيه الفتره الجايه برضو. نعم نعم. طب انت توقعت لهيفاء انها ترتبط السنه دي؟ نعم. لسه عندي توقعك سنه هي مرتبطة. بتخلص. نعم هي مرتبطه، بس بعد يمكن ما اعلنت. مرتبطه بعد ما اعلنت فعلا؟ نعم. مصري ولا عربي؟ والله يمكن مصري، زماني غلطان. انا متوقعت لها مشي فتره انه حيكون عنده زواج وحتعلن فتره جايه، وهي يمكن مرتبطه. انا سمعت من كذا حدا انه هي مرتبطه، ولكن بعدني على التوقع انه هي حتعلن فتره جايه. مين من المطربين اللي بتحب تسمعهم؟ مطربين؟ مين مطربك المفضل؟ ما عندي مطرب، انا بالاصل ما بحضر تلفزيون ولا بحضر، ولكن يعني في ناس ممكن يعني اذا بمصر ولا وين؟ مصر. يعني عندك محمد منير ممكن. اوكي. وعندك شخص اختفى ورجع من اول جديد، عمل غنية مع تامر، شو اسمه؟ بهاء سلطان. ممكن اسمع له انا. بتحب بهاء سلطان؟ نعم. توقع لبهاء سلطان حاجه؟ لا، ظهور قوي، بعت له رساله انا، هيكسر الدنيا الفتره الجايه. بهاء سلطان جدا قوي، هو يستاهل بصراحه، جدا قوي. انا بالاصل ما بعرفه، ولكن في حدا تواصل معي وتوقع له اياه، وانا بعت الفويس وبعته له الفويس هو بالاصل. يعني انت ده استنتاج ولا انت قريت له؟ مين استنتاج؟ ما قريتلوش بهاء سلطان. نعم ما قريتلوش. لا بس في شخصيه تواصلت معي، يمكن هو كان خجلان او شيء. في كتير ناس بتخجل انه حدا تاني بيحكي من طرفه، وقلت له انت الفتره الجايه حكون نجمك عالي. طيب كتير. انت شفت فنجان طليت احمد سعد عليا؟ عليا. نعم. وقلت لها ان انتوا هترجعوا. انتوا هترجعوا، ولكن انت ما حتوافقي. حيرجع هو، ولكن انت ما حتوافقي. فعلا. وممكن هم قام بالفترة صار بلبلة على السوشيال ميديا، أحمد سعد يمكن حكى أنه زوجتي هي اللي دعمتني وأكثر حدا كانت إيجابية في حياتي البرق. يعني عم يحاول يرجع، ولكن عليا تخططة للمرحلة. عليا صديقتي بنحكي دايما. يسرى أنا بالأصل من قبل فترة قريت لها شخصية مقربة لها، بعت لها رسالة دير بالها على مصاريها يعني فلوسها، دير بالها على مصاريها، لا تفوت تخبص وتفوت مشاريع مو شغلتها وتخسر. طب خلينا نطلع من الفنانين ونتكلم إن إحنا اليومين دول بنشوف براكين، وبنشوف تسونامي في المية، وبنشوف درجات حرارة مختلفة. نعم. هل الفترة اللي جاية دي في شيء مقلق جو في الـ في الـ في, الـ في كتير ناس حكوا على هالموضوع يعني، وإذا حكيت حيكون حكي مكرر. أنا بشوف سنة 2025 حصريا، ركزي معي، في كتير دول حتغرق.
تغرق تغرق. لا دي جديدة دي. هتخلص من على الوجود يعني هتنتهي. في كتير دول عربية اقتصادينا حتنهار وحتطلع دول جديدة. بالراحة بس حاجة واحدة واحدة. موضوع الغرق والسونامي والزلازل موجودة الفترة المقبلة. دول عربية. دول عربية موجودة. هتغرق. هتغرق. في دول عربية اقتصاديا هتغرق وحتطلع دول تانية تصير أقوى منها. طب الدول العربية الاقتصاديا هتغرق، هل دي دول كان اقتصادها قوي جدا وال... قوي جدا قوي جدا جدا وهتغرق؟ هتغرق وحتطلع دول تانية جيران لها حتكون اقتصادها قوي. احنا مش هناخد اسماء، انا مش قد المسؤولية دي. تفضل. مش عارف، انا بحكي كل شيء ايجابي، انا بنصح. طب اللي ما بسمع الكلام لا يرجع لي مرة تانية. طيب بيتقال ان شهر 8 وشهر 9 فيهم احداث كبرى في العالم. مين حكى الحكي؟ ناس كتير بيقولوا. انا بحكي بشهر واحد حيكون شويه ملخبط 25 يعني بدايه السنه. هي اللي مش انت اتكلمت عليها دي. نعم. هتحصل واحد ولا في الفتره المقبله؟ طب يعني زي ما الفتره المقبله 9 السنه الجايه الاهلي ولا الزمالك ياخدوا الدوري؟ عندك لاعب كره القدم اسمه كهربا. كهربا نعم محل انظار مشاكل مع اهلي وحيترك الاهلي. هيترك الاهلي كهربا ما بيقول ايه؟ عارفين ان احنا هو رايح فين؟ رايح زد زد وراي. عن جد انا بعت له رساله على فكره. الفتره المقبله حيترك الاهلي بمشاكل مش ودي. اوكي حيروح يلعب باحد الانديه وممكن يترك كره القدم يفوت بمجال ثاني، ولكن اخر ايامه بالاهلي هو او اخر فتره له بالاهلي. اتحاد الكره القدم المصري كذا شخصيه منهم حيستغله وحيشيله. احنا بنيجي هو اللي بيقول يجي احنا بنقول هو بيقول كده. طب محمد صلاح بعد المشاكل حتكون موجوده باتحاد كره القدم. طب خلينا نبقى اكثر دقه، نقول ان في مشكلات هتبقى موجودة. هي المشكله موجوده بالاصل. ايوه مشكلات بس مش هنوصفها. نعم. بان هي هتوصل لكذا او يعني مشكلات في اتحاد الكوره. نعم. محمد صلاح. محمد صلاح انا مش قاري له. ايه مش قاري له محمد صلاح انا، ولكن حينزل خلاص حيتراجع. حيتراجع فين؟ حيتراجع مستوائيا، حيتراجع الفتره المقبله، وحيكون عنده مشاكل بعمله بالاصل محل ما انه هو عايش بالنادي تبعه. طب رونالدو ولا ميسي اللي هيعتزل الاول؟ رونالدو. رونالدو هيعتزل الاول؟ نعم رونالدو حينتقل على دوري الاوروبي الفتره المقبله وممكن هنيك تكون ثاني. ما هو في الدوري السعودي حينتقل. هيسيب؟ هيسيب، ومن قبل فتره حكوا عنه يمكن الالمان حيشتروا، في اتفاقيه بينه وبين الالمان، ما حيكمل بالخليج يعني. ايوه بس دي معلومه يعني انت قريتها. انا حاكيها بالاصل عناني. انت كل ده بتعرفه من رموز مين؟ طب انت ما قريتش رونالدو؟ انا ما بقرا، انا بقرا كثير ناس مقربه لنا، اشخاص مقربين لما مثلا بيتواصل معي شخصيه بحكي له محمد مين، ياسر مين، بقول لي ياسر الممثل فلان، ببعث له رساله من عندي لعنده. لما هذا الشيء بيطبق بيرجع هو صاحب العلاقه بيتواصل معي. طب هل مره فتحت فنجان حد والرموز زي ما تقول كده اديتك انذار ابعد عن الفنجان كتير. وابعد عن الشخص كتير. ده أنا في عندي شخصيتين بلبنان وشخصية بسوريا توقعت لهم وفاة لأهلهم وبعدها زعلوا مني ومن بعدها خسرتهم، ما عاد يعني ما عاد قريت لهم. لا قبل ما تتوقع يعني وأنت بتبص كده رحت قايل له أنا آسف. كثير صارت معي. مش هقدر. كثير صارت معي. بيبقى إيه الأسباب؟ بيكون ما فيني أحكي له، بيكون سلبي علي الرجال أو بيكون ما في شيء مخيب بالفنجان أو بيكون شخصي. في كثير أشخاص بتكون مو صريحة معي من أولها. بتكون مو صريحة. طب الحاجات اللي بتبقى مخيفه في الفنجان. نعم. اللي هي زي ايه؟ موت، انفصال، خيانه زوجيه، خسارات ماليه. لكن مش اعمال. لا. انت تقدر تعرف من من رموز الفنجان الشخص ده معمول له عمل او لا؟ انا بشتغل لكثير ناس انا. اكيد لكثير ناس انا بشتغل اللي عندهم سلطه ان احاول احميهم انا مثلا. ازاي انت 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 جايبها منين يعني؟ الموهبه دي جايبها ازاي؟ انا بس مجرد دخلت على شخص حياه الشخص وصار معي بينه وبينه كونتراك. أوكي. انا كل يومين ثلاثه بقرا فنجانه بضم قراءه الفنجان بحاول احميه انا بالرموز. بالرموز انه شو عم يصير معك. طب في كثير ناس بحياتي انا كل اسبوع بغير مكتبها انا. ممكن مكتبها؟ نعم. ممكن تخبي معلومه عشان ما تخسرش الشخص؟ هلا لا ما عاد همني حدا. ايام زمان نعم كنت راعي شعور الناس كثير، بس هلا ما عاد ارحم حدا. عندي بزنس بيعطيني باخذ وبحكي له. ايوه افرض حد من اللي انت متعاقد معاهم بسم الله ما شاء الله للمبالغ الكبيره. الناس المتعاقده معي بتسمع السلبيه اكثر من الايجابيه. ايوه يعني عنده افلاس. نعم. لا قدر الله. نعم. عنده خيانه. نعم كل ده بتقوله كله بحكي له انه في عقد بيني وبينه لازم اخبي عليه شيء انا.
واذا في افلاس بحكي له الفتره الجايه عندك مطب مالي، هذا المطب حيخليك ممكن امورك الماليه تنزل، حاول انك تطلع من العقار تفوت بمجال ثاني، اسحب اسهمك، بيعملها فورا وبترجع الامور مثل ما هي. انت تقدر تقرا في اليوم كم فنجان او ايام زمان كنت اقرا كثير، حاليا اسبوع واحد او اثنين. انت عايش في اوروبا، هل في الناس في اوروبا اكثر منا، اكثر من هنا؟ اكل الاجانب الاوروبيين اكثر من العرب، بيحبوا هالاشياء بالاصل. هذا الفكر قيادات الاوروبي لو بترجع لقديم طالع من عندهم، من كتب، من كتب من عندهم هن بالاصل. ريغان الرئيس الامريكي كان معروف عنده بس كان عنده عرافه أكثر. عندك اليهود ولا الامريكان الالمان بالاصل هن بيحبوا هذا الشيء اكثر. طب انت متوقع اسرائيل هتنسحب من فلسطين؟ لا خلاص سيبقى الوضع كما هو عليه. خلي تنسحب، ليش ضل فيها شيء البلد؟ يعني ايه يا عم تنسحب؟ بس ما حتنسحب. أنا حكيت لك يعني الحرب بعدها ما بلشت، أنا حكيت القصة مش هتتحل. يعني إيه الحرب بعدها؟ يعني بعدها لسه لازم ما يضل حدا بالبلد، لازم تبات، لازم بلد تبات وترجع تتعمر من أول جديد لهم. وأنت شايف إن ده ممكن يحصل؟ عم يصير على الواقع. أنا حكيت من قبل فترة إنه حرب ما بلشت بلبنان، صح ولا؟ لبنان كل يوم. أنت توقعت أربع اغتيالات، نعم. واحد في لبنان، نعم، وحد في حماس. شخصية لبنانية معروفة محبوبة بيلبس عمامة هيكونوا محل انظار، وشخصية بالعراق بنفس الوقت هيكونوا محل انظار، يا اقتيال ولكن هيختالوا. انا بالنسبة لي بشوف اكثر. انت بتشوف كده؟ نعم. طب ربنا يستر ويسلم الجميع ان شاء الله كل شيء. ده هذا نوعية الحوار، معلش مشاهدينا، بس الموضوع ما بين العقل وما بين التصديق هي شعرة، وهو زي ما بيقولوا هو مش مديني فايبس ان انا عندي حد وبيكلمني، لا ده حد متمكن في قراءة الرموز، ولا أول مرة أعرف إن الرموز دي ممكن تقول تاريخ بني آدم. لما بتكون شخص قوي أنت دائما متعودة بتقرأ الفنجان بيحكي لك عندك عصفور وعندك حمامة وعندك خط، صح؟ هاي مش قراءة الفنجان، أنا بعطيك مواعيد تواريخ وكل يوم عم بكبر أكثر من يوم الثاني. كل يوم الموهبة بتزيد، كل يوم بقوى. أنا جاي منين القوة دي؟ بقوة عندي أنا، طقوس بشتغل عليها، عندي كتب باخد فيها، يعني أنا ما بقضي وقتي بس نايم مثلا، أنا عندي أيام يومين ما بنام، بحاول أني كل يوم قوي نفسي. طب أنت ما جاوبتنيش على الأهلي والزمالك مين هياخد الدوري؟ أهلي السنة الجاية. أهلي الأهلي كده بقوة الدفع الذاتي؟ لا أهلي بالأصل محل أنظار فترة المقبلة. ليه؟ محل أنظار طول الوقت. خطيب ما بعرفه أنا، رئيس نادي الأهلي ما بعرف. أنا حكيت لك شيء لازم تعرفيه، حكيت لك في قادات من الأهلي الفترة المقبلة وبالاتحاد الرياضي حيكونوا عندهم مشاكل. عندهم مشاكل. عندهم مشاكل، يعني حيكون في محل أنظار الفترة المقبلة. لكن أنت ما تعرفش أصلاً. لا. عارف اللي عجبني فيك إيه؟ اللي، نعم. اللي أنت ما تعرفوش بطولة ما عرفوش. رغم إن أنت يعني مبهدل. لا لا أنا ما أنا شخصياً تقولي محمد صلاح أنا مش قاري له، أنا مثلاً محمد صلاح مش قاري له. ولكن في كثير أصدقاء مشتركين بيجوا لي، مثلاً بتجي لي مثل حدا مثل وائل جسار بيطلع اسم 15 فنان مقرب له، ببعت رساله من عبر فنجانه انه دير بالك دير بالك دير بالك. انت في رايك ايه سر انجذاب المشاهير ليك؟ الثقه والقوه والدقه بالموعد. لما انا بحكي لك بعد اسبوع هيغمى عليكي على المسرح ويغمى عليكي بالمسرح هترجعي لي رقد. قلت لمين هيغمى عليك؟ حكيت لجورج مسوف. قلت له هيغمى عليك؟ حكيت لوائل جسار. وائل جسار حصل. انا حكيت مع وائل جسار شهر 5 السنه الماضيه، كنت عنده بالبيت، حكيت له شهر 5 حيغمى عليك، دير بالك دير بالك على صحتك، واذا الحفله اجدك الغيها. قالت لي انا اخذ رعبون، وغمي عليه، صار عنده مشكله صديقي هو، وانا رحت اخذ طياره، رحت شفته طمنت عليه وتصورت معه ونزلت على نزلنا على الانستغرام انه اموره تمام. جورج وسوف قلت له فلان وقت حيكون في عندك مطب صحي قوي كثير، وبالسعوديه عمل جراحه بالرياض. طب من كم الرسائل الكتيره اللي بتجي لك؟ كتير تقريبا 200 الف رساله في اليوم بتجي لي. نعم كتير بتجي لي. بتختار ازاي الكم رساله اللي انت هتقراها؟ انا بس مجرد فتحت الرساله بعرف الشخص يا بيستفاد منه يا لا. يعني ايه استفاد يعني منه؟ يعني بتستفاد منه بمعنى ايه؟ ماليا. ما عاد دلوقتي بقيت خلاص ماليا ما عاد اقرا لحدا مجانا. انت عارف ان الكلام ده في وجهه نظر ناس كتير ممكن تقول لك ايه ده صريح قوي بزياده. انا صريح، انا ما عاد قريت مجانا، انا 3 سنوات قريت للناس مجانا، انا ساعدت نجوم، انا عملت نجوم بحياتي، انا صنعت نجوم بحياتي، انا دعمت نجوم، انا وقفت قدام مشاهير وساعدتهم واعطيتهم طاقه ونظمت امورهم. مين من المشاهير اللي تقدر تقول لي عليه انك عملته؟ انا انا تعرفي للشامي ولا لا؟
الشامي؟ الشامي، شاب سوري طالع حاليا مكسر الدنيا، صديقي هو. أنا لا دي اللي اسمه اللي بالاصل طلع بمهرجان رياض واخذ الافضل غنيه عربيه، شاب جديد عمل كذا غنيه. انا اعطيته موعد تاريخ صعوده على المسرح وياخذ المهرجان. لا انت قلت لي ان انت نعم. بتساعد في نعم. بعض المشاهير بتساعدهم انهم يبقوا اكثر شهره كثير. عندك معتصم النهاري، معتصم النهار، معتصم النهاري اعطيته الدقه عقود العمل بحب للأجار وبتركيا وبكل عقود العمل، أنا كلها عطيها واقف جنبه، كنت خطوة خطوة ومشي أموره. أجارك عقدين عمل خود هذا، سبحان الله تلاقي المسلسل مشي والتاني ممكن أجره أكتر. آه دايما ممثل. وما زلت على علاقة معتصم؟ مش كثير لا، وسط ماله أمان. بس ليه لما انت ما بتقلقش منك ما يبقوش مكملين؟ الوسط ماله أمان، هذا الوسط أكبر كذبة بيضحكوا فيه على الناس فيها. بس انت ما بتقلقش ان حد يقول ان انت بتاع بيزنس اكتر منه؟ يعني انت عندك حاجه بتقدمها، انت مركز في البيزنس دلوقتي. اكيد حركز بالبيزنس. انا اكيد انا بحكي لك ما بقرا لاي حدا، استركل فاش ما بقرا لاي حدا، يعني مش اي حدا ممكن يتواصل معي اني يرد عليه. انا ما بحط رقمي لانه ما بقرا لاي حدا. يعني انا في ناس رجال اعمال بيحكوا مع فلان، رجل اعمال ثاني، الاعمال ثاني بيحكي مع الثاني لحتى يوصل لعندي، لا حتى انا ممكن اعمل عقد معه او حتى ممكن اروح اشوفه. انا ما بحط رقمي على الواتساب. انت تفتكر عشان انت بتاخد مقابل ويكيبيديا نعم الناس بدات تثق فيك اكتر، ولا لما ما كنتش بتاخد فلوس؟ ثقه، يعني لما الشخصيه بتجي لعندي، ركزي معي على هالموضوع، داخل بمليون دولار مناقصه تمام، هي له متاكد مليون بالمية، ولكن بده يسمع الكلام، بحكي له مش لك، بيضحك انه هو متاكد له، ولما بيجي وقت المناقصة بتصير مش لاله، بيجي واحد تاني بياخذها. هذا الشخص حيجي لعندي يكبل لي 2 مليون دولار لحتى اكون مقرب منه وامشي له اموره. انت بتاخد وقت قد ايه مع الشخص في قراءة الرموز بتاعته؟ اذا اخذت حقي ممكن يعني 45 دقيقة اكون خلصت له شغله. 45 دقيقة نعم. بيجيب له كل شيء بده يسمعه، المختصر المفيد. لانه كل شخص بيجي لعندي هو شربان وبيعرف شو بده. من لما هو يشرب الفنجان انا بعرف ليش جاي لعندي، انا شو بده مني بالاصل هو. برجع بحكي لك انا لا اعلم الغيب، ولكن حاليا بوطن عربي على مصطفى صف اول. اه طبعا انت انا بقراءه الفنجان مش توقعات بس الكلام معي. اللي انت بتقوله ده ما قدام ناس كتير يقول لك يا عم انت مش ربنا، معلش استغفر الله العظيم. في كتير ناس عم تطلع رب العالمين بتعطيهم قوه الهيه، ليش؟ في كتير ناس سبحان الله عنده القوه الالهيه. انا انسان محبوب. قوه اللي جات لك دي الالهيه اللي انت بتقول عليها دي جت اسباب ايه؟ يعني ليه ربنا اداك انت قوه الهيه ما ادانيش؟ لانه اكتر حدا شاف الفقر وجاع بحياته هو انا. وايه اللي يخليك مختلف؟ ما شفافية فيها ربنا بيديها لاولياء الصالحين. ليش انا مو صالح انا مثلا؟ لا انا بتكلم مهما انا ما عم باذي حدا، ومهما رب العالمين هلا عم يعطيني من قراءة الفنجان مصاري وعم بفتح فيها بيوت، انا صالح. الصلاح مش بالصلاه هون. اكيد بس هون. انت بتعتبر ده شفافيه عطية من الله. بس سلمت على الشخص، ممكن هذا الشخص أعرفه مين هو شو بده مني وليش داخل لحياتي. لهيك أنا ما عندي أصدقاء بحياتي. أنا رب العالمين أعطاني قوة إلهية وأنا عم بتعب على حالي وعم بشتغل وسهر ليالي. طيب فضلي. أنت من سنة صرحت أن أنت الفلوس بتاعتك لصالح جمعية خيرية. نعم لهلا لجمعية خيرية، في عندي جمعية متعاقد معها بتروح المصاري نص المبلغ لها. كل دخلك ليها نص المبلغ. طب ألان أنت عندك أخت؟ نعم. بتقرا لاختك؟ لا عشان ما اخسرها. عشان ما تخسرها؟ نعم. انا في كثير ناس بحياتي ما بقرا لهم فنجان عشان ما اخسرها. انت بتبقى رافض؟ رافض كليا، وبيزعلوا مني وبيرجعوا بيراضوني. مين غير اختك وتخاف تزعل منه؟ ما بقرا اي حدا شخصي بحبه، ركزي معي، بحبه من المقربين لي مثلا بحبهم. انا في اصدقاء بحياتي هلا بقرا لهم فنجان، فتره جايه انت بس وصلتي للشيء اللي بدك اياه ما حدا اقرا لك اياه. انا لا حافظ عليكي خلاص، انا خلاص مهما انت وصلتي لشيء بدك اياه. خوفا عليكي؟ نعم بخاف عليكي. بعدين ليه؟ عشان ما تشوفش بقى؟ لا مشان ما موتي ممكن ممكن بعد ما وصلتي اي شيء احكي لك شغله مثلا اتوقع لك بوفاه حدا، وبعدين انت حصيري تكرهيني ويصير عندك فوبيا مني. لا خلاص انت وصلتي لشيء بدك اياه ما عاد اقرا لك. لا حافظ عليكي. كثير اشخاص بحياتي انا محافظ عليهم هيك، يعني بعد ما توقعت لهم امور حلوه خلت صداقات بيني وبينهم، صداقات بزنس. طفولتك كانت عامله ازاي؟ أكثر حدا جاع بالحياة ونام بالشوارع. جاع ونام في الشوارع؟ نعم. ليه بقى؟ أكثر حدا عشت أنا والفقر، ركزي معي، طبعاً الفقر مو عيبها. أكيد طبعاً. أكثر من 17 سنة عشت فقير. ليه؟
يعني رب العالمين ما أعطاني، سبحان الله اختبرني، كنت نام أنا هون والفقر جنبي، حتى يوم من الأيام فقت النوم ومسكته للفقر هون، لقضيت عليه للفقر. عملت إيه؟ خلاص قضيت على الفقر. عملت إيه عشان تقدر؟ قضيت خلاص، قلت لازم أقضي عليه، كنت ضعيف شخصية أنا، كان شخصي ضعيف كتير. يعني انت من اسره فقيره ولا 17 سنه كنت بعيد عن اهلك؟ هلا مش موضوع اسره فقيره، حتى لو الاسره غنيه كانت انا كنت فقيرا. انا سبحان الله الشخصيه جريت صحون كتير بحياتي، غسلت صحون. ما فكرتش لحظه انه ممكن يكون انت ممكن محتاج دكتور نفساني، تروح لدكتور؟ انا الدكاتره ما بيستقبلوني، مبلكيني انا. مبلكين لك؟ نعم. انا لما بحكي مع طبيب نفسي بعطيه اسمي بيقول لي سوري عندك مبلكينك ما بنستقبلك. دكتور إيه؟ بيهرب مني. ليه؟ لأن المريض النفسي ما بيروح عند الطبيب. المريض النفسي ما بيروح عند الطبيب، يلي معاشر أمراض النفسية هم اللي يروحوا عند الأطباء النفسيين. هم مبلكينك ليه؟ لأنه أنا بالأصل دكتور ما بيقضي ساعتين بيني بيهرب. أنت رحت؟ رحت مرتين والاثنين بعد يومين رفضوني. أنا رحت عند بروفيسور بدولة أوروبية المحل ما أنا بسكن فيها، بعد يومين قال لي سامحني بدك تعالجني أنت، أنا ما فيني أقعد معك أنا. بلكني ما عاد استقبلني أنا. سألته أنتوا ليش فاتحين العيادة بالأصل؟ قال لي نحن بنستقبل الناس اللي معاشرين أمراض نفسية مثلك، بس الأمراض النفسي مش أي حدا فينه يتعالجه. أنت إيه اللي خلاك تروح؟ يعني حسيت بإيه خلاك؟ حسيت أني بدي أروح أحكي مع حدا، أنا حدا غريب ما بعرفه، بس فقط لا غير، اللي ما يعرف سري. أكتر حاجة نفسيا بتؤلمك؟ تؤلمني؟ ها. الفقر. نعم الفقر ما له حل، كل شيء بالحياة بنحل غير الفقر، وأنا عشت فقير الحمد لله. حاليا الفقر خايف مني، حتى خايف يقرب مني. بقيت بتحب الفلوس؟ حاليا لا، أيام زمان نعم، حاليا لا. عملت الحمد لله. أنت الفلوس اللي عملتها بعد ما تعلمت فكرة أنك تقرأ الرموز، ولا أنت وانت صغير بتعرف تقرأ الرموز؟ أنا من أول ما كنت صغير كنت أشتغل عند حدا، بعد ما اخذت صغير ده لو عندك كم سنه يعني ممكن تحكي صغير كثير، يعني 10 سنين اكثر اقل شويه بهالموضوع. 10 سنين ايه، لما انا تمكنت وعرفت حالي ب 2006 7 انا فيني اني يعني اكون قوي، قضيت على الشخص الموجود معي، اختفيته، ما لازم عاد يطلع. عملتها ازاي؟ خلص قلت له ممنوع انت عاد تطلع، انت ما ضلك وجود خلص. وهو وافق؟ نعم. ليه؟ خلص وافق، طلع واحد اقوى منه، طلع واحد اقوى منه لازم ياخذ خلاص. ده اللي انت تعلمت منه؟ تعلمت منه كتير اشياء حلوه، وفي نفس الوقت انت اللي قلت له اقعد. نعم قعدته بالبيت. هل ممكن حد لا خلاص وصل لمرحله ما عاد فينه يعطي شيء اللي بده يعطيه للناس، صار ناس تجي لعندي اكثر ما تروح لعنده، قلت له خلاص انتهى. طب هل ممكن حد يجي يتعلم منك ويعمل فيك نفس اللي انت عملته في المعلم بتاعك؟ نعم. وهتبقى راضي؟ اكيد مش راضي، ولكن لكل وقت رجالها. اوكي طب هل بتدي علمك لحد؟ لا. طيب ما حاعطي لحدا، واذا ما في حدا ثقه حادفنه معي. انا سري كبير كتير، والشيء اللي بعتمد عليه وبشتغله كتير جدا قوي، لهيك مخليها هيك، واذا شفت حدا ممكن حاعلمه انا. انت ممكن تعمل عمل في حد؟ بس ده مش عمل اسحار. لا ما بعمل اسحار انا. لا يعني دي مش من لا، بس ممكن انتقم منك انا. ممكن تنتقم مني؟ نعم. انا من غير اسحار؟ بدون اسحار. ازاي ممكن احكي لك انت اذا انت دكتوره احكي يا رب ما عاد تشوفي ولا مرضى، ما بيجوا لك مرضى، تصير امورك الماديه مكركبه، وبتحسي انك زعلتيني مثلا انه في شيء مش مظبوط بحياتك. بتعمل ايه عشان تنتقم؟ ازاي يا إلان؟ ازاي تعمل ده؟ اذا حكيت لك شغله حتصدقوني ولا لا؟ صدقك انت اعتقد اكثر حوار صريح عملته في حياتك. انا محبوب، رب العالمين ما عم يرفض لي شيء. يا ممكن شافني عشت طفوله سيئه. كتير عاشوا طفولة سيئة. في كتير ناس عاشوا طفولة سيئة ولكن صاروا مدمنين مخدرات، صاروا حرامية وسرقوا، صح؟ انت صح؟ كتير ناس طفولتهم كانت سيئة ولكن أكتر حاجة اتحرمت منها من الطفولة وبتحاول تعوضها. الحنان. حنان والجوع. طب أنا هلا بطلب أكل وبتشوف مطاعم فوت بطلب بتطلب أكل وما تاكلش؟ ما باكل والله. طب انسان هذا انت قلت ان انت تقدر النهاردة بالطاقة بتاعتك وإيمانك إن ربنا بيحبك إنك تنتقم من حد أذاك. نعم. بتعرف منين إن سبحانه وتعالى هيستجيب لك؟ هيستجيب لي كذا شخصية، قلت يا رب تاخذ حقي منه وأموره ما تمشي، وفات بوعكات صحية كبيرة كتير. بس حاليا صار لي فترة
ما عاد عندي وقت اني راضي حدا، بدي اعيش حياتي. انا حاليا اعيش حياتي، مش عايز تزعل حد ولا مش ازعل حدا، وحتى لو حدا زعل مني ما عندي وقت اتصل فيه احكي له زعلت مني، بدي اعيش. انا حاليا بدي اعيش. ايه اللي انت متوقعه ليك؟ لألي اكسكلوسيف ممكن تقوله للستات بال 2025 حصريا. يعني بال 2025 حصريا سنة 2025 حأكون أقوى شخص بالعالم. هتكون أقوى شخص بالعالم؟ نعم. دي تنبؤاتك لنفسك؟ لنفسي حصريا 25. ركزي معي، السنة الجاية يعني حافظ 2025 حأكون أقوى شخص ممكن بالعالم كله في خلال سنة 25 حصريا. طب اوعدني في حاجة بقى، تفضلي. في أول 26 نعم اعمل حسابك انك تبقى موجود معنا على الهواء. والراجع بعد ما حكينا هذا الشيء ممكن بعد شهر تطلبيني مره ثانيه واجي اشوفك انا. لا لا انا بتكلم على النقطه دي بالذات. اكيد انا شخصيه لازم تسمعي، انا لا اعلم بالغيب اقسم لك بالله العظيم. عربيتي مش كويسه كتابيا، طبعا انا من اصول كرديه، انا كردي الاصل، ونحن الاكراد مش عرب، ولكن احنا معاشين عرب، اخواننا العرب. بحياه عمري ما اذيت حدا. ركزي معي، كثير ناس من المقربين بالعيله اكلوني وكبوني بالشارع، ويعني يا ما لابس لباس. انت ليه ناس ثانيين ليه افتقدت الحنين؟ أنا يعني لانه ما حدا رحمني لما كنت بحاجه حنان. هلا ما بدي حدا، ما بدي حنان. ايوه ليه افتقدت الحنين؟ هل اهلك توفوا؟ ليه افتقدت؟ كثير اشخاص موجودين بحياتي هني عايشين حاليا، بس بالنسبه لي متوفين. يعني انا عندي جبروت ما ارحم اي شخص، عندي جبروت مش موجود عند هتلر. تعرفي له هتلر وعزا قوته؟ أنا عندي جبروت. والدك والدتك موجودين؟ موضوع خاص فيني هدول. يبقى أنت عندك مشاكل معاهم. ما عندي مشاكل مع أي حد أنا. أنا حكيت لك كلمة لازم تركزي عليها. في كتير أشخاص موجودين بحياتي ولكن هني متوفين، هم أنت عايشين. أنت هم شايفهم إنهم مش موجودين. مش موجودين. لما أنا أكون بحاجة حنان ما عطتيني بهذاك الوقت، بس كبرت لا تعطيني. تفتكر إن موهبة قراءة الرموز نعم. أو ذكائك في نعم. قراءة الرموز وحفظك، لأن أنا بعتبر أن أنت نعم. شخص ذكي نعم. قدرت أنك تجيب الرموز وتخضعها نعم. ليك. لو ما كنتش قابلت هذا الرجل اللي علمك نعم. كنت ممكن تبقى عامل إزاي؟ يعني أجل الصحون لهلا بالمطاعم. لما أنا حكيت لك شغلة، لما حكيت لك أنا انظلمت كثير بحياتي، هذا الشخص اللي دخل بحياتي ممكن رب العالمين دخله بحياتي صح؟ خلاني أشتغل عنده وأجلي له الصحون. حضرتك عشت مع والدك والدتك؟ طول عمري عايش وحدي أنا. ليه؟ طول عمري عايش وحدي. فقط لقيت كم سنة؟ فقط لقيت حالي أنا بالشارع. ليه؟ وكان في كثير أشخاص موجودين بحياتي ولكن بالنسبة لي كانوا متفين. أنا بحكي لك على الحنان. أنت رحت ملجأ؟ رحت كثير ملاجئ أنا بحياتي. ملاجئ كثير؟ كثير رايحة بحياتي أنا. وتعلمت منها ايه؟ تعلمت منها شو هي الملاجئ؟ تعلمت منها انه كثير ناس عم يضيعوا لانه ما في حنان، ناس عم تنباع، بس تعلمت منها القوه. قوه، انا عندي قوه لا ارحم اي شخص حاليا بحياتي. القوه دي انت عمال بتكرر انا عندي قوه انا عندي قوه، ودايما في كلمه بيقولوا البني ادم القوي مش محتاج يقول انا عندي قوه. مش قوه جسديه، جبروت وعقليه. فهمتي مقصدي؟ يعني لما انا بحكي لك انا مستعد اعيش طول عمري بدون صديق ما حدا فينه يعمله. ايوه ايه اللي انا صار لي 37 سنه عايش وحدي. ايوه ليه 37 سنه انا عايش ببيت لوحدي؟ انت باباك ومامتك واضح ان هم ما كانوش موجودين صح؟ لا في منهم موجودين وفي منهم باباك ومامتك. في منهم موجودين في منهم مش موجودين. ما هو انت بابا وماما في منهم موجودين في منهم. هذا موضوع خاص فيني. طيب فكره الملاجئ واضح ان انت اضطريت ان انت تعيش في هذا في الملجأ وتكبر و بالظبط. انت بتدعم دار ايتام احمد بيقول، فده سبب، دي نقطه ضعف عندك. مش نقطه ضعف، قوه صارت عندي، صارت عندي قوة كتير كتير كتير. أنت بتساعد الناس اللي مرت بنفس الظروف اللي أنت عشتها؟ أنا بساعد الأغنياء أحياناً أكثر من الفقراء. بس الفقراء بالنسبة لك حاجة؟ أنا الفقير بالنسبة لي خط أحمر لأنه أنا عشت الفقر. أنا لما بيجي على مصر بيكون في حدا عم يسوق فيني، كلمة شوفير كلمة كبيرة. لما بتحكي لواحد شوفير أنت عم تقلي من قيمته. لما أنا بنزل بيفتح لي باب ورا بقعد جنبه أنا. ولما بفوت على أي مطعم لازم يقعد معي على نفس الطاولة بياكل نفس الأكل أنا باكله. ما بيضل برا لانه هذا انسان، لانه انا عشت الظروف هاي.
انت شفت كتير واضح، شايف هالظروف اللي عم تعيشيها انه شخص اكبر منك سنا. بس هو احلى حاجة ان الفقر خلاك اكثر انسانية مع الفقراء. مش بس في كتير ناس كانوا فقراء وصاروا اغنياء ما دعموا الفقراء. ايوه بقوا متجبرين. انت بقى العكس، ودي حاجة كويسة تحسب لك. حستمر هيك ان شاء الله. ان شاء الله انا مصاري مع شوفي صح، شفت فقر وعم شوف مال هلا، بس حسيت حالي من... بص احنا النهارده في الحلقه دي احنا الاول مره في حياتنا زي ما انا قلت قبل كده ان احنا بنعمل نوعيه الحلقات. نعم. انت لفت نظر ناس كتير جدا. نعم. واللي انت قلته ده هيبقى دوكيمنت في الحلقه دي، وعلى وعد ان احنا طبعا هنلتقي تاني علشان ناكد. انا من قبل فتره لما طلعت مع الاعلاميه اميره بدر حكيت كذا توقعات كتير. هي بالاصل ضحكت عليها، هي بالاصل ممكن ضحكت. لا بس انا احنا ما ضحكناش. لا مش انت، في كتير ناس ضحكوا مثلا اغتيال فلان او اختفاء محمد رمضان او مثلا طلاق نيلي كريم مثلا. هو الان لا، التوقعات اللي انت قلتها في الحلقه دي مش 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 بضحك عليها، لك اتمنى ان هي ممكن اتمنى ما تصير. انا ايوه اتمنى ما تصير. ايوه انت جبت احساسي. انا بتمنى انه ما فيها وجع لاشخاص اخرين. لو بترجع لحلقاتي كلها كل شيء بحكي انه يا رب ما يتحقق. وانا منوع ما بطلع تلفزيون كثير، ركزي معي. يعني أنا ما بطلع كل أسبوع لحتى أنا أوصل رسالة للناس، ولا حتى بتستعمل إنستغرام تقول كلم الناس. لا لا أنا بحياة عمري ما طلعت فيديو حكيت توقعات أبدا، ولا بعطي إنستغرامي لأي حدا لأنه في خصوصية صاحبين السلطة عليها كتير. على كل حال أهم من التوقعات إن إحنا تعرفنا على شخصك، وأنا كتير وإن إحنا تقربنا وفهمنا التركيبة والظروف، وإن كان في بعض الغموض بس إحنا قدرنا أكيد المشاهدين كمان استنتاجات نفهم الحاجات الكتيرة اللي ورا الشخصية اللي قدامنا دلوقتي. أنا عايز أقول لك شكرا جدا على مجيئك ضيف عزيز علينا، رغم إن أنت بتقول إن أنت بتتقاضى كل الأموال اللي أنت عايزه، لكن أنا لازم أقول الحق. فضل. أنت جاي لنا ضيف. بس أنت امبارح قمتي بواجبي. لا صرنا أصدقاء نحن. أيوة. ما في بيناتنا. شوفي أنا من زمان حابة، أنا من زمان كنت حابة إني نطلع أنا وياك نعمل شيء حلو. الله يخليك. لا بس يعني ولكن الظروف شوي ما شاءت وهيك يعني. لا بس لازم دي كلمة حق تتقال لكل المشاهدين إن أنت جاي يعني علشان أنت صديق عزيز علينا. خلاص بكرة نتغدى مع بعض. بكرة نتغدى مع بعض. نتغدى مع بعض. نورتنا وشرفتنا. وجودك وفي شيء لازم تعرفيه، أنا حأوضح شيء، كل شيء حكيته يا رب ما يصير لا اغتيالات ولا أي شيء. أنا إنسان بحكي لعندي ولا حدا يتسمى علي ولا أي شيء، ولكن أنا لا أعلم بالغيب، ولكن ما حدا رجع لعندي بهالأمور. ولكن لا لا ما فنجاني ما خاب وده خطورة. وبرجع بحكي لك الناس بتحبني كتير طبعا. ربنا يزيدك حب الناس، وربنا يكرمنا بالأحسن ويرحمنا دايما بالأفضل إن شاء الله. ولسه حلقتنا مكملة، هنشوفكم بعد الفاصل. التالي أشهى الأكلات في مطبخ الستات مع نصر صبحي. ومنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وبنورانا الشيف نصر، بقالها فترة طويلة جدا غايبة عنا، والنهاردة عملنا شغل عالي جدا، ورق عنب وورقة لحمة وحركات جامدة جدا. ازيك يا نصر؟ اهلا. ازيك؟ وحشتيني يا حبيبتي. وانت وحشتيني قوي. منورانا والوانك حلوة وحركاتك حلوة. انت لعينك حلوة حبيبتي، وحشتيني والله. يعني انا عارفة ان انت عملنا حاجات كتير، يعني في اللي طلع من الاكل في ورق عنب، ورقة لحمة بالبطاطس بالخضار وورق العنب. الجديد ان انا ضايفة مع ورقة اللحمة ورق العنب، فبيستوي معاها في الفرن. فانت عاملاها كأنها وجبة متكاملة. متكاملة. مرة حطوها كلها في الفرن وكله طلع في الفرن. طب ده ايه بقى؟ هيبقى ايه المتطلبات بتاعت الورقة دي؟ لحمة بقى ستيك من الانتركوت. ماشي. وبطاطس وجزر وطماطم وبصل. ورق العنب طبعا انا حشياه في البيت. حشينه. بس نايف. اللي بيحب يعمله مسبك يعمله، بس انا بحب اعمله ني بيبقى اخف، بعمله بالزيت الزيتون وعصير الليمون. حلو. يبقى احنا جهزنا الورق العنب. انت هنا بقى في الطاستين دول هتعملي ايه؟ هنشوح، بنحط شويه زيت زيتون. اوكي ثانيه اجيب لك بقى بسيط كده، مش جنبها. اوكي ماشي. تسخن بس كده. اوكي هي سخنه اصلا. طيب هنحط طيب. بقى ده ستيك من الانتركوت. اوكي انت ده انت بتعمليه على بديله صدمه بس بملح وفلفل. كلهم يبقوا نايف يعني ما ياخدش وقت زي ما بتقولي. لا ما بياخدش وقت.
ده لازم قبل ما انا احطها في ال قبل ما تتحط في الورق. اوكي، وبحط بقى معاها ايه؟ هنرشها بس رشة فلفل. اوكي، ورشة ملح بسيطة عشان انا الخضار بتبلها. استأذنك بس نحط السكر بتاع الكراميل بتاع الحلو عشان يلحق يتكرمل. ده السكر احطه هنا؟ بس خلي معلقة واحدة بس. بتحط الكراميل على لا ده دي ده عشان الحلو، عاملة بسكوت بالموز بالكراميل بالكاستر. ده للحلو بس عشان هياخد وقت، لا احط تاني كمان. خلي معلقة واحدة بس كده بس. بسيبيه بقى ايه اسيبه، انا اتعلمت ان انا ما اجيش جنبه. ما يتقلبوش، ما تقلبش ويتسحنوا على نفسه. ما انا عليت عليه. طيب هي بس تغير لونها. اوكي، احنا عايزين نعمل الورقه بقى. هعملها اهو حالا بس كده اهو. طيب هنحط هنا البطاطس برضو معاها؟ لا انا هجهز هنا الحاجات اللي هقلبها، يعني البطاطس. اوكي، والجزر. انت هتتبلي الخضار اللي احنا هنحطه في اللي احنا هنحطه مع ورقه اللحم. اوكي، والطماطم. اوكي، هات انا اخد رشهم. هنحط رشة ملح وفلفل وبهارات. هو في ورق عنب فريش ولا ده مجمع؟ لا فريش، فريش موجود دلوقتي. موجود والله. طب كويس، في مناطق معينة يعني. شوية بهارات، حط لنا كده بهارات على اللحمة بس. طلع الريحة. ونحط شوية زيت زيتون. وانت ليه لازم تسوي ليه ما تخليهاش كله ني في اللحمه؟ اما بتقفل اللسان بتاعتها ما بتطلعش العصاره اللي هي البني بتاعتها، فبتضمني ان الخضار ما يغمقش. يعني احنا ما بنديها الصدمه دي. بنقفل المسام بتاعه اللحم بس. على استاذه رئيس قسم طويله كده. خلاص تبلنا الخضار. انت مخدره البتاع؟ احطها بقى فين دي؟ احطها هنا كده. هو الاحسن مش ان احنا نجيب ورق زبده في ورق زبده. اوكي، الاول خالص ورق زبده. اجيب لك حبه ورق عنب معمولين؟ ورق زبده اهو. افكر ايه رايك يا سوسو؟ معمول بزيت الزيتون تقلال. بصي هنحط نص الخضار هنا. انت عاملاه بالليمون ولا وزيت الزيتون؟ لا، وحلو ان هو صغنطوط كده. لا عايز بال طويل. ياخد مني فايده قد ايه في اللف ده؟ معلش كمان شويه يعني. والله ولا حاجه، ما تعقدنيش. لا والله ولا حاجه ولا حاجه. ده ده حلو. انا كل اي محشي بعمله صغير كده. ايوه، يعني ممكن مثلا نص كيلو ياخد ساعه الا ربع كده او ساعه. نص كيلو ورق عنب. خلاص انا ما اقلبش بقى ال لا لا لا، خمسه كده وهنقلبه. حلو، يلا. خلاص احنا كده. هي ورقه اللحمه دي لازم تتسوى في الفرن. هنحط اللحمه. على فكره المحشي كله بعمله. احنا عاملين والعصاره دي برضو هنستفيد بيها. بتدي طعم حلو. بتدي طعم حلو. ادوق لكم البطاطس، مش قادره. وهننزل ببقيه الخضار برضو. انا ممكن اخد بطاطس. حاضر، هننزل ببقيه الخضار. وهنحط ورق العنب. طب وانتي مش هتحطي ميه بقى؟ الفكره حلوه قوي. بصي ورق العنب اهو. اما الميه دي حتى شكله منين؟ حلو. هو ورق العنب لما بيبقى صغير بيبقى شكله حلو على فكره. ما حطش ميه، انا بحط شويه ميه بس في الصينيه عشان ما تتحرقش. كفايه من فينك. كفايه. بصي هحط شويه عصير ليمون صغيرين عشان ورق العنب. اوكي، وادي اهي بنقفلها كويس كده.
انت متاكده ما اقلبش ده؟ بس قلبي خلاص قلبي. اقفل؟ بس خلاص ارفعيه بقى من على النار. حلوه قوي البطاطس. يلا وصفه ثانيه سريعا. حالا. عشان نلحق. حالا. احنا خلصنا ده. حالا. بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت قد ايه؟ في الفرن بتاخد ساعه، نص ساعه. كده. اوكي. ده احنا الدريسنج؟ الصوص بتاعها. هنحط بس حته زبده. اللي جيها لي. يبي. اتحرق مش مشكلة. مش مهم. يلا. يلا. لا هو مش اتحرق. هو بس هيبقى غني بال. الزبده لازم. يعني ده حاجه فاخره كده. حاجه فاخره من الحراريه. ده انت هتحطيها فوق ده؟ لا مش هحطها فوق ده. انا هحطها فوق البسكوت. يعني تخيلي الموز. حطها شويه على النار؟ لا خلاص. مع كراميل على النار طاري. خالص. جباره يا نصر برضه. بصي مش ممكن يا نصر يا خرابي. ده لوحده. بصي بنحط بسكوت. ده لوحده. بسكوت ساده. اي نوع. اي نوع بسكوت. اوكي. ممكن بقى تحطي ال. عشان اظبط في ايدي. احط عليه الكراميل والموز. احط لك بس يعني انمقه ولا سيبه كده؟ مش لازم. لا عادي. هو لوحده هيتنمق. ماشي. احط ايه بقى؟ احط احط كله على البسكوت. فين العين الوالعه؟ فين؟ هنا ولا انا هولعها لك حالا. ورقه اللحمه لازم نقفلها بقى كويس جدا ونحطها لمده ساعه في الفرن. نص ساعه الاولانيه على درجه حراره 200 وبعد كده على درجه حراره 150. الطبق ده هيودي النار. طب والله هيودي النار. الطبق ده سعرات حراريه عظيمه. عظيمه ايه ده؟ معدي الفلكات. حاجه بسيطه يعني. ده حاجه بسيطه من بتاعه نصره. دلوقتي حطينا البسكوت. وعليه الكراميل والموز. وحطينا الكراميل وابتدى يشرب. هنعمل هنا اللبن. اوكي. احنا بنعمل كاستر بقى. طبعا عشان فيه كراميل فهحط معلقه صغيره كده بس سكر. اوكي. عشان ما يبقاش مسكر قوي. يعني احنا لسه هنضيف للجريمه دي جريمه ثانيه؟ لا ده حاجه بسيطه. هتحط شويه نيشا. معلقتين. وهتعملي الكاستر. معلقتين كده وخلاص. نقلب الكاستر. جبارة برضو. هي عامله كاستر وانا بقى من الناس اللي ما بيعرفوش. انا عارفه انك انت بتحبي الكاستر. انا بقى مع انت بتحبيه. يعني في المصيبه دي اكيد بتحبيه في كل. هي المصيبه دي هي المصيبه اللي انت بتعمليها؟ مالكيش فيها يا سوير. انا عارفه. ممكن تحطي كمان عليه كريم شانتيه يعني بس كمان. بس هيبقى كتير قوي. ما رضيتش يعني عشان ايه؟ تقدر تاكله منه. اكيد الله يعني اكيد بعد كل الحاجات الحلوه دي يبقى الله الله الله. الفكره حلوه طبعا. الفكره حلوه ما جاتليش انا الفكره دي. وبسيط وسريع ومش مكلف. ولو عايز اي حاجه حلوه كلنا عندنا في اي وقت. كلنا عندنا بسكوت الكاستر او نشا عادي لو الكاستر مش موجود. عارفه انا كنت بعمل ايه في رمضان؟ كنت بعمل كاستر بس كنت بقطع معاه جيلي. احط طبق جيلي. طبعا. واحط طبقة الكاستر. ايوه. بس دي كمان حلوه. دي خفيفه. دي هيحبها الواد قصدي باشمهندس اخويا محمد. مش قصدي باشمهندس محمد. هيحبها وهصالحه واعمل له واحده. بس خلاص. سريعه وخفيفه. خلي بالك. واحطها في الثلاجه. وتحطيها بقى في الثلاجه. يلا. هي سريعه وجميله ورائعه لكن خفيفه دي لا بالنسبه لنا. هي بس حته الزبده. احنا لما بنقصد خفيفه حته الزبده اللي في الكراميل بس. والسكر لا. لا وبقيت السكر بسيط. والموز لا. لا 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 يعني حاجه كده. لا بس يا سوسو طعمها حلو. طب اكيد طعمها حلو. يعني انا اكلت منها يعني. تسلم ايديك. تسلم. هو الاكل كله طعمه حلو. أكيد. وعايزه اقول لك بقى ان الاكل ده اكل مصايف. وسريع سريع. عارفه انت اللي هو كله نزل البحر ممكن يقوم حاطط كله على بعضه. مش ممكن تتعمل بالفراخ. ممكن تتعمل باللحمه. الصينيه دي قصدك. الصينيه دي. طبعا. وبعدين كله بتحطيه على بعضه وبتحطيه في قلب الفرن. انا كان بس بالنسبه لي الجديد الورق العنب. ورق العنب على يعني فكره احلى محشي تاكليه بيستوي في الصينيه في الفرن.
انا البتنجان، الكوسه، الفلفل، اي نوع ممكن محشي. ازود عليه صلصه لو انا بحب الصلصه في الاكل، تحطي صلصه. انا حتى قطع طماطم، بس لو عايزه تحطي صلصه تذوبيها وتسقيها عليه مفيش مشكله. انا بحب الحاجه لونها احمر شويه بس. المحشي طبعا بيبقى حلو جدا في الفرن وبيبقى تسلم ايديكي. جميل، شرفتينا ونورتينا حبيبتي والله، وربنا يديكي سعادتي. وعامله شكل العيش حلو وعامله مخلل طبعا، يعني كلها مباريات للناس اللي بتجاهد اللي زي حالتنا. يبقى الحياه انت بتجاهدي، انا بجاهد بالله. انا والشيف، بالله انا والشيف. تسلم، تسلم ايديكي وعينيكي بجد، حاجات حبيبتي بالله انا والشيف. يا رب يكون عجبكم. ميرسي يا حبيبتي، تحياتنا لحضراتكم، بنحبكم ان شاء الله، ونشوفكم وحلقه جديده. سهير ان شاء الله دايما بخير، ودمتم بخير، نشوفكم على خير بكره يوم جديد، والستات على النهار.